مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير، بنصبح عليكم مع يوم جديد مليان بكل الخير والأمل لكل مشاهدينا، وبالعمل وبالعمل فقط نصل إلى ما نصبو إليه ونحقق ما نتمناه من تقدم ورفعة لهذا الوطن. مشاهدينا دائما نلتقي معكم ونتحدث في العديد من الموضوعات الهامة، ونبدأ معكم اليوم بتهنئة لكل المسلمين في شتى بقاع عالمنا الإسلامي، وتهنئة بمقدم العام الهجري الجديد. عاد الله علينا وعاد علينا هذا العام بتحقيق الأمنيات والخير والنمو والتنمية وكل التقدم الذي تنتظره مصرنا الحبيبة وعالمنا الإسلامي الكبير. مشاهدينا، في البداية بنتكلم معكم في واحد من الموضوعات الهامة، وحديث حول المشروعات القومية الكثيرة والكبيرة التي تقام في مصر الآن، واللي يمكن تشهدها مصر بشكل مكثف ولم تشهدها خلال 30 أو أكثر من 30 عام سابقا. المشروعات القومية يمكن بتتواجد في كل بقعة من بقاع مصر ولا تتركز في مكان محدد، وهي خريطة جغرافية تتحدث عن قيمة هذه المشروعات التي تتواجد وما تقدمه من تنمية للبقعة أو المكان الذي تتواجد فيه. عن خريطة المشروعات القومية الكبرى التي تقام على أرض مصر والتي تقام وفق دراسات هامة جدا ودقيقة أيضا للغاية، بسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء أستاذ دكتور رفيق الدياستي، أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا بجامعة حلوان. حديث أيضا عن الفن التشكيلي وإسهاماته في التعريف بالعديد من المشكلات اللي يمكن بتواجهنا في وطننا الكبير مصر، ومن ثم أو من أمثلة هذه المشكلات مشكلة ندرة المياه أو نقص موارد المياه، واللي أكيد إن إحنا بنعيشها وعارفين إن مصر مورد الماء الرئيسي هو نهر النيل. يمكن الفن بيسهم، أو الفن التشكيلي تحديدا بيسهم في هذا الموضوع من خلال إقامة معرض سلسبيل أو إقامة ملتقى سلسبيل النيل اللي بيقام داخل قناطر أسيوط لثالث مرة على التوالي، والهدف هو التعريف بكيفية يعني العمل على تحقيق تنمية في المياه والحفاظ على هذا المورد الوحيد للمياه في مصر. ده هيكون من خلال لقائنا مع الفنان التشكيلي الأستاذ أحمد عبد الجواد، قمسيور عام ملتقى سلسبيل النيل. مشاهدينا، زي ما تعودتم معانا قراءة سريعة في أهم أخبارنا، انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم معنا مره تانية، قراءه سريعه في اهم اخبارنا اليوم. الرئيس السيسي وشينزو ابي يشاركان اليوم في الجلسه الختاميه لقمه التيكاد السابعه. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو ابي ظهر الجمعه بتوقيت اليابان الساعه 5 صباح الجمعه بتوقيت القاهره في الجلسه الختاميه لقمه التيكاد السابعه بمدينه يوكوهاما اليابانيه. وسوف يستعرض الزعيمان نتائج المناقشات التي جرت في إطار اجتماعات قمة التيكاد السابعة والتي بدأت يوم 28 من أغسطس الجاري. الرئيس السيسي: الإرادة السياسية بالقارة السمراء متوافرة لدفع جهود الإصلاح. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي أن الإرادة السياسية بالقارة السمراء متوافرة لدفع جهود الإصلاح والتحديث بالدول الإفريقية في كافة المحاور الاقتصادية بما ينعكس على حياة شعوب القارة. وقال الرئيس في كلمة له في افتتاح منتدى الأعمال الإفريقي الياباني والذي عقد أمس على هامش مؤتمر تيكات 6-7 بمدينة يوكوهاما اليابانية بحضور شينزو أبي رئيس الوزراء الياباني، أن دول الاتحاد الإفريقي تدرك جيدا أن جهود الإصلاح والتحديث وتنفيذ الأجندة التنموية الطموحة 2063 لن تكلل بالنجاح دون رفع كفاءة البنية الأساسية وتطويرها في القارة الإفريقية من خلال المشروعات العملاقة. الرئيس السيسي يلتقي نظيره الأوغندي يوري موسيفيني على هامش تيكات 7. السيسي يلتقي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة على هامش مؤتمر تيكات 7. جوتيريش يشيد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي. وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير المستلزمات المدرسية. تتواصل اليوم الثالث على التوالي فعاليات المرحلة التاسعة من مبادرة كلنا واحد للمستلزمات والأدوات المدرسية، والتي انطلقت أمس الأول بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية. مدبولي يراجع موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة مع المحافظين.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا لمراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظة وبالمحافظات. وفي مستهل الاجتماع أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الاجتماعات تأتي تمهيدا للاجتماعات التي سيعقدها رئيس الجمهورية الشهر المقبل مع المحافظين في إطار متابعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة. السبت بدء التنسيق الإلكتروني للدور الثاني للثانوية العامة، والصحة تؤكد جاهزية مستشفى السلام ببورسعيد لتدشين التأمين الصحي رسميا. البطل يسري حافظ يتوج بذهبية الملاكمة وزن 91 كيلوغرام بالألعاب الإفريقية. عبد الرحمن عرابي يتوج بذهبية الملاكمة وزن 81 كيلوغرام بالألعاب الإفريقية. منتخب الجمباز يضيف ذهبية وفضية بجهاز عارضة التوازن بالألعاب الإفريقية. سلمى فرج تحصد فضيتين وبرونزيتين برفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية. التنس المصري يفوز بذهبية وفضية منافسات الزوجي في الألعاب الإفريقية. سيدات سلاح الشيش يحققن ذهبية دورة الألعاب الإفريقية. والجدير بالذكر أن دورة الألعاب الإفريقية هذا العام تقام أو التي تقام الآن تقام بالمملكة المغربية. ويمكن من خلال النتائج اللي قدمتها البعثة المصرية يمكن هناك تحطيم للعديد من الأرقام، وأيضا الرقم الرئيسي في عدد الميداليات التي تحققها البعثة المصرية في الدورات الإفريقية. هذه البعثة حققت أكبر كم من الميداليات حتى الآن لم يحدث في دورات سابقة. يعني احنا مقبلين على دورة الألعاب الأولمبية طوكيو العام القادم، يجب أن نبني على أو نعول على هؤلاء الأبطال ونعدهم بالشكل اللي يتلائم مع دورة الألعاب أو الدورة الأولمبية من منطلق سيادة مصر للرياضة على المستوى القاري. دعم أكثر، دعم أكبر، سيكون لنا شكل مغاير في الدورة الأولمبية القادمة. كل الأمنيات لأبطالنا بالمزيد من الميداليات ومزيد من العمل الدؤوب من أجل طوكيو 2020. بنستكمل معكم قراءتنا في أخبارنا الرياضية. الزمالك يلعب اليوم لتحديد المراكز من الخامس للعاشر بمونديال أندية اليد. يستعد فريق كرة اليد بنادي الزمالك لخوض مواجهة نيويورك سيتي الأمريكي اليوم الجمعة ضمن لقاءات المجموعة الثانية لتحديد المراكز من الخامس للعاشر بكأس العالم للأندية التي تستضيفها حاليا مدينة الدمام السعودية. ومن المقرر إقامة اللقاء في 3:30 اليوم على أن يواجه الزمالك في مباراته الثانية نادي الدحيل في 11:30 صباح السبت. سارة سمير تحصد ذهبية الخطف لوزن 76 كيلوغرام بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب. من أخبار الطقس معنا اليوم هو الخبر الأخير، انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 35. معدلات درجات الحرارة اليوم: القاهرة العظمى 35، الصغرى 26، الإسكندرية 31، 25، شرم الشيخ 38، 30، الغردقة 38، 29، الأقصر 40، 26، أسوان 40، 27. مشاهدينا كده بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا الأولى وقراءتنا لأهم أخبارنا اليوم. بندعوكم بعد الفاصل وأول لقاءاتنا على الهواء مباشرة، ولقاءنا مع الدكتور رفيق الضيصتي أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا بجامعة حلوان. انتظرونا بعد الفاصل. تستمر الدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصري، بالإضافة إلى تحقيق فرص عمل حقيقية تضع مصر على خريطة التنمية. وتعمل الدولة على إتمام المشروعات القومية وتمويلها على مستوى محافظات الجمهورية، فحجم المشروعات التي تمت والتي يجرى تنفيذها حالياً يفوق ما تم إنجازه خلال 30 عاماً. المشاريع القومية العملاقة دي لولاها ما كانتش مصر تقدر تسير في نهج أو في ركب التقدم. هي الشيء الوحيد وثمار المجهود ده هو اللي يعود على مصر بالنفع من المؤكد، غير كده يبقى احنا لازلنا في خطى بطيئة ومش هنتقدم أبدا. احنا شايفين ان الدولة اتجهت
رأسيا على المستوى الرأسي وعلى المستوى الأفقي. احنا شايفين مشاريع من أول سيناء لغاية مرسى مطروح، شايفين مشاريع من اسكندرية لغاية أسوان. أعتقد أن الدولة أول مرة تبص بعين الاعتبار للصعيد وجنوب الصعيد وتبص لسيناء. احنا شايفين تنمية في سيناء على كافة الأصعدة، سواء على الصعيد السياحي، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الإداري. شايفين في مصانع بتتبني، شايفين مدن ساحلية بتتبني جديدة متمثلة في العالمين، شايفين محور قناة السويس. التوزيع الجغرافي متناسق لأن هناك مجلس لتنمية الصعيد، وهناك في محور قناة السويس، وهناك مشروعات الطرق الكبيرة ترسم خريطة جديدة لمصر، سواء من الساحل الشمالي سواء من الصعيد. وأيضا المدن الصناعية، عندنا 19 مدينة صناعية في كل مصر، وآخرها درة الساحل اللي هي العالمين الجديدة. تتميز المشروعات القومية العملاقة على وجه العموم بشمولها واتساعها وانتشارها في مختلف أرجاء الوطن، في شمال الوادي وجنوبه، وفي شرق البلاد وغربها، ويسهم هذا بصورة أو بأخرى في إعطاء دفعة قوية لحركة النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص العمل للشباب وتحقيق التوازن الاقتصادي وتقليص نسبة البطالة والحد من الفقر. مشروعات الحمد لله والشكر لله، يا رب الأجيال اللي جاية تستفاد منها. والتوزيع الجغرافي، التوزيع الجغرافي ده شغل ناس مهندسين بيفكروا صح، بيفكروا صح، هم صح. أي مشروع كبير موجود أنا بستفاد منه، فهو اللي بيفكر بيفكر صح. والمشروعات بسم الله ما شاء الله هتنتج ثمارها قريب وقريب وقريب. في ربط، الربط ده مرتبط بالجمهورية كلها، سواء كان ما بين سيادة أكتوبر الجديدة، سواء ما بين العاصمة الإدارية، سواء ما كان القرى الجديدة ومدينة دمياط. كل دوت دليل ان هو في ربط ما بين ان احنا عاوزين نتوسع. احنا بنزيد كل سنة ما يكون من 10 مليون، احنا دلوقتي وصلنا 100 مليون. طب لو احنا فضلنا زي ما احنا، هل هنقدر نواكب العصر ونواكب المساحة دي ان الناس تقدر تعيش؟ لا طبعا، لازم نتوسع. وكذلك إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، ومن ثم إعادة توزيع السكان وانتشارهم على امتداد سلسلة من المدن الجديدة في كافة مناطق الجمهورية. وقد شهدت السنوات الماضية إلى جانب البناء والتشييد اتخاذ إجراءات مهمة للإصلاح الاقتصادي، واكبها حزمة من برامج وسياسات الحماية الاجتماعية. مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم معنا مره ثانيه. بنتواصل معكم على الهواء مباشره، واول لقاءاتنا كما نوهنا في البدايه وحديث حول خريطه توزيع المشروعات القوميه الكبرى التي تقام على ارض مصر. في كل بقعه، في كل محافظه، في كل مكان هناك مشروع قومي كبير من اجل العديد من الامور، منها التنميه التي ننشدها والتي يمكن توقفت بشكل كبير خلال عقود سابقه. بنتحدث عن ان هذه المشروعات ستقدم فرص عمل اكبر، مواجهة البطالة بشكل أكثر تأثيرا، وأيضا وضع صورة لمصر تنموية وحضرية كبيرة بندخل بيها مشروعاتنا أو خططنا، سواء 2030 أو 2062. في النهاية العمل الدؤوب الآن هو نظرة لمصر، مصر المستقبل. هذه الخريطة يجب أن نتحدث عنها ونتحدث عن قيمة تواجد كل مشروع في هذا المكان تحديدا. ده هيكون من خلال لقائنا مع الأستاذ دكتور رفيق الضيستي، أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا جامعة حلوان. أهلا بك معنا فندم. أهلا، صباح الخير على حضرتك وعلى أسرة البرنامج والتلفزيون وعلى مصر كلها إن شاء الله بإذن الله. دكتور رفيق، بداية إحنا بنتكلم، يعني إحنا بنسمع إن في مشروع قومي. إحنا كمواطنين عاديين لما بنسمع إن مشروع قومي في المكان ده أو في المكان ده أو في المكان ده، يعني ما بيبقاش في مخيلتنا يعني إن المشروع ده ممكن يكون مرتبط بآخر أو مرتبط بخدمة أو مرتبط بمشروعات، يعني إن في تكامل وفي صورة عامة وخريطة لهذه المشروعات. إزاي بتتوزع هذه المشروعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلمة مشروع قومي، مشروع بيخدم الدولة المصرية
على الأرض المصرية للشعب المصري. له أهداف متعددة، أهداف سياسية، أهداف اقتصادية، أهداف اجتماعية. فأما تيجي تشوف خريطة المشروعات القومية في مصر، أيضا حينما ترسم خريطة المشروعات القومية لابد أن رقم واحد تتواءم مع البيئة اللي هي مقامة فيها، لابد أن تؤدي الغرض اللي هي موجودة فيه، لابد أن تتسم بالاستدامة على أساس تقوم عليها مشروعات التنمية المستدامة أو التنمية المستديمة المتواصلة خلال الفترة المنشودة، زي حضرتك ما تفضلت وأسلفت سابقا وتحدثت عن أن احنا عندنا مشروعات مصر 2030 ومشروعات مصر 2062، فأنت هنا بتهدف إلى ما يسمى بالتنمية المستدامة من وراء هذه المشروعات. فعشان كده المشروع القومي مشروع له أبعاد مختلفة زي ما قلت لحضرتك، ومشروع أيضا لابد أن يتسم بالاستدامة والتواصل عشان يواكب زي ما احنا بننشد من وراها أيضا توفير فرص عمل، رفع مستويات معيشة السكان. يعني في مقومات توفير للمشروع القومي. طبعا ما نقول لحضرتك، ما هو أي مشروع قومي له أهداف زي ما قلت لحضرتك، قد يكون هدف سياسي، قد يكون هدف اقتصادي، قد يكون هدف اجتماعي، كله بيصب في مصلحة الدولة المصرية والشعب المصري. دلوقتي لو يعني أطلينا كده أو نظرنا لخريطة المشروعات القومية اللي في مصر، يعني حضرتك قول لنا في هنا في إيه وهنا إيه وهنا إيه؟ زي ما قلت لحضرتك أي مشروع قومي في مصر له هدف. فإذا تحدثنا مثلا عن المشروعات التي ارتبطت مثلا بالهدف السياسي كمشروع قومي، أولا أنت الفترة اللي فاتت كلها مصر والمنطقة العربية كلها تعرضت إلى أزمات سياسية قوية جدا. قوية جدا وما زالت بتتعرض، ونتائجها واضحة في دولة زي اليمن، واضحة في دولة زي سوريا، واضحة في دولة زي ليبيا، واضحة في دولة زي العراق. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فستظل مصر باقية آمنة إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. فعشان كده ربنا أنعم علينا بالقيادة السياسية الواعية اللي لحقت الدولة المصرية مما كان ممكن أن تتعرض ليه، وبدأت في مشروع قومي سياسي. المشروع القومي السياسي رقم واحد يثبت يهدف إلى تثبيت أركان الدولة المصرية من رفح شرقا إلى السلوم غربا، ومن أقصى الشمال من الأسكندرية إلى أقصى الجنوب في أسوان، ومن برضو زي ما أقول لحضرتك من رفح أقصى الشمال إلى حلايب وشلاتين في أقصى الجنوب، ومن السلوم في أقصى الشمال الغربي إلى أقصى الجنوب الغربي عند منطقة العوينات. طبعا القيادة السياسية ممثلة في السيادة الرئيس، بدأ السيادة الرئيس يثبت أركان الدولة المصرية. احنا لنا حدود سياسية، حدود سياسية تم تثبيتها وتقوية أركانها. احنا شفنا طبعا خط الحدود اللي بيننا وبين فلسطين. التقوية دي بتبقى عن طريق الجيش طبعا. انا بقول لحضرتك كمشروع قومي، كمشروع ما بقول لحضرتك كل جهة منوطة بهدف قومي معين. بس طبعا القوات المسلحة المصرية لها كل التحية وكل الشكر وكل التقدير، لأن الإشراف العام لها بصراحة، ودي حاجة نقلت مصر نقلة حضارية غير مسبوقة. زي ما بنقول إن إحنا في خلال الثلاثين سنة اللي كانوا في خلال عصر الرئيس مبارك لم تكن هناك أو لم يكن هناك دور فاعل بالفعالية الحقيقية للقوات المسلحة اللي موجودة حاليا، اللي جاء الرئيس إداها حقها حاليا، وبدأت هي تشرف على مشروعات الأمن القومي سواء الداخلية أو الخارجية أو المشروعات القومية اللي بتدر عن النفع على الشعب المصري ذات الأهداف المتعددة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخلافه. فزي ما أقول لحضرتك بدأت القوات المسلحة تأمن الحدود المصرية من ناحية الشمال الشرقي، اللي انت عارف ان احنا منطقة الشمال الشرقي بيجينا منها مشاكل كتير جدا، لان طبعا هذه المنطقة بيسكنها فيها الإسرائيليين، وطبعا مهما كانت إسرائيل كدولة جارة أو بتاع لابد أن يبقى بينك وبينها مشاكل، لأن هي بتسعى دايما إلى التمدد وإنت بتقمع هذا التمدد. فثبتنا أركان الدولة المصرية وحدودنا، وحدودنا واضحة في هذه المنطقة، والقوات المسلحة قامت بمشروعات متعددة نحو تثبيت خط الحدود في هذه المنطقة، لأن طبعا تعرف مشاكل الحدود السياسية والهراء اللي بعض الناس بيتكلموا عليه في بعض القنوات الأجنبية وبعض السياسات المغرضة، يقول لك مشروع القرن وياخدوا جزء من سيناء ومش سيناء والكلام الفاضي اللي بيتحدده فيه. فهنا الرئيس بحنكته السياسية وبحنكته العسكرية والقوات المسلحة بحنكتها السياسية والعسكرية ثبتت هذا الجزء، وإن شاء الله بإذن الله محفوظة حدودنا السياسية في هذا الأمر. أيضا في المنطقة بتاعت حلايب وشلاتين
القوات المسلحه المصريه تفضلت مشكوره، ثبتت خط الحدود عند خط عرض 22 شمالا، وبدات هناك بناء العديد من المناطق السكنيه لتثبيت وتوطين اخواننا هناك في حلايب وشلاتين من المصريين اللي موجودين في هذه المنطقه، من سواء عرب البشريه او عرب البقاره او خلافه، اللي كانوا بيتنقلوا ما بين السودان عند خط الحدود الاداري وليس خط الحدود السياسي، لان طبعا كان خط الحدود بيننا وبين السودان في هذه المنطقة خط إداري. هو يعني وزير الداخلية المصري لما كان القبائل اتعمل خط الحدود فقسم جزء من القبائل، خلى جزء منها في السودان وجزء في مصر، فعشان طبعا المصالح ما بينهم وان احنا والسودان شعب واحد طول عمرنا، عمل خط إداري، فعمل خط اسمه خط إداري، ان كأنك انت يعني في مصر والسودان حتة واحدة زي ما التعبير الشائع طول عمره. طبعا في هذه المنطقة لما السودان حصل بيننا وبينها بعض الـ يعني الـ الـ غير التفاهمات في الفترة اللي فاتت، طبعا الرئيس والجيش المصري حب يوضح ان دي اخر حدود الدولة المصرية وهناك بداية لحدود الدولة السودانية، فده حقنا، فبدأ يعمل هناك مشروعات قومية، مشروعات قائمة على الزراعة، مشروعات قائمة على الصناعة، وهناك طبعا صناعة هناك استخرجوا من هناك الذهب واستخرجوا من هناك حديد، يعني لان المنطقة ثرية جدا في هذه المنطقة، المنطقة ايضا فيها مياه جوفية، فبالتالي هناك مناطق ان شاء الله باذن الله ستخص التنمية الزراعية ان شاء الله مستقبلا في هذه المنطقة. بدأ يثبت اركان الدولة المصرية هناك بانه يبني بعض المساكن وبعض القرى في هذه المنطقة، برضو الوحدات العسكرية اللي موجودة في هذه المنطقة طبعا بدأت تعمل شغل كتير جدا، توصل مية، توصل كهرباء، توصل صرف، تعمل طبعا تثبيت لنقطة أو نقطة حدود خاصة بالدولة المصرية في هذه المنطقة. برضو في أقصى الشمال الغربي بيننا وبين ليبيا نفس الكلام، القوات المسلحة طبعا مشكورة بدأت في هذه المنطقة أن هي تمشط المنطقة، لأن طبعا كان بيخش تهريب سلاح وتهريب مخدرات ومشاكل كتير جدا كانت جاينا من ليبيا، لدرجة أن طبعا احنا عندنا عمق استراتيجي الجيش المصري له في بعض الأحيان صولاته وجولاته في تطهير هذه المنطقة من الإرهاب ومما يصيب الكراهية. دي المشاريع القومية اللي هدفها السياسي وتثبيت ده بالنسبة للهدف الدولة المصرية حدودية. نعم. عايزين نخش في المشروعات القومية التنموية بقى. خلي بالك حضرتك التنمية متعددة المظاهر، منها التنمية السياسية. فأنا بكلمك فيها يعني كمحور من المحاور. الهدف الثاني الهدف الاقتصادي. فإحنا الدولة المصرية برضو انت خلال الفترة اللي فاتت مصر يعني شهدت كبوات اقتصادية كتيرة جت نتيجة التكاسل في مشروعات التنمية وعدم استغلال موارد مصر الاقتصادية. ومصر دولة سرية، ده ربنا سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل في يوم من الأيام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، يعني روحوا مصر دي عاملة زي رجل الأعمال اللي بيشتغل في كل حاجة. فدولة غنية، احنا عندنا موارد ما شاء الله كتيرة جدا جدا، يعني تخيل مثلا المشروعات القومية اللي اتعملت منها مثلا حاجة زي المزارع السمكية الموجودة. مصر على المستوى قارة إفريقيا احنا الأول على مستوى قارة إفريقيا في إنتاج الثروة السمكية حاليا، ده بفضل طبعا المشروعات القومية العملاقة اللي بدأت تتعمل في مصر. يعني انت لما تيجي تشوف مثلا على سبيل المثال المشروعات الاقتصادية في مصر، اما تبدأها بالزراعة احنا عندنا مشروع المليون ونص فدان كويس، وهناك خريطة زراعية اخرى اللي هي لسنة 50-20-62 اللي حضرتك اشرت اليها، ان شاء الله مستقبلا في حوالي 3000 فدان اخرى ان شاء الله 3 مليون فدان قصدي هتضاف الى خريطه الارض الزراعيه في مصر. اذا كان خريطه مساحه الارض الزراعيه في مصر حاليا حوالي 7.5 او 8 مليون فدان، ان شاء الله مستقبلا المخطط لسنه 2060 ان توصل حوالي 12 مليون فدان باضافه حوالي 4 مليون فدان من الارض الزراعيه، حوالي 1.5 مليون دلوقتي في الفتره اللي جايه ان شاء الله لحد 2025، وبعدها حوالي 3 مليون فدان اخرى ستضاف ان شاء الله الى خريطه الايه، او 2.5 مليون فدان ستضاف الى خريطه التنميه الزراعيه. في هناك مناطق يعني مقومات الزراعه، التربه الخصبه موجوده في هذه المناطق سواء في الصحراء الغربيه، في الواحات، سيوة، الفرافرة، الداخلة، الخارجة، البحرية، هذه المناطق. اما انا هقول لحضرتك اهو الصحراء الغربية زي ما قلت لحضرتك فيها مقومات التربة الزراعية الخصبة، فيها المياه، فهي لا ليست الامطار فقط، لكن الصحراء الغربية عائمة على خزانات من المياه الجوفية اللي تكفي احتياجات قيام الزراعة
لان انت لما تزرع هنا هتزرع محاصيل تعتمد على ما يسمى بالمقنن المائي اللي ما تستهلكش ميه كتير جدا زي الايه زي القمح مثلا واساليب ري الفاكهه واساليب ري حديث الله ينور عليك الري بالرش والري بالتنقيط والري المحوري وايه ويمكن وخلافه. يعني الاستفاده من الموضوع ده تمت في الصوبات الزراعيه المشروع طبعا اللي افتتح الرئيس المرحله الثانيه منه انت لما تروح النهارده وانت في طريق الطريق اللي اتعمل الجديد بتاع طريق محور الضبعه والعالمين وكده وانت ماشي عليه انا كنت هناك السنه اللي فاتت شفت ما شاء الله بدات مناطق خريطه التنميه الزراعيه في هذه المنطقه بدات الصحراء تتخضر في هذه المناطق على جانبي الايه الطريق. نفس الكلام انت لما تشوف طريق مصر اسكندريه الصحراوي النهارده بدا على جانبيه ايه اتغير الوضع المظهر المرئي اتغير من منطقه صحراويه الى منطقه خضراء ومنطقه عمرانيه. نفس الكلام بدات هذه المنطقه تتغير بدات تاخد الشكل الاخضر ومزمع ان شاء الله تزرع مناطق عمرانيه على جانبي الطريق علشان برضو لها هدف سياسي وهدف اقتصادي وهدف اجتماعي اللي هو تفريغ منطقه الوادي والدلتا من الضغط السكاني على الخدمات وعلى الارض في هذه المنطقه بالتدريج. ايضا عندنا زي ما قلت لحضرتك في سيوة والداخله والخارجه والفرافره في مياه جوفيه. انا زرت سيوة كم مره المياه هناك بتطلع بتمشي زي ما بيسموها الفراحين بالراحه يعني مش عايزه مواسير تطلع من بطن الارض ولا عايزه مضخات ولا عايزه ابار ولا خلافه. لا المياه طالعه يعني مش على ومشي. عمق كبير لا طبعا لا يعني طالعه المياه طالعه انا بقول لحضرتك انا شفتها بنفسي وبدا حتى اهل سيوة هناك يكتسبوا الخبره من سكان الوادي والدلتا وانه ويبطنوا القنوات والترع عشان ما تسربش ميه وتضيع الميه كتيره ويقدروا يستخدموا اكبر قدر منها في التوسع الزراعي في هذه المناطق. وبدات الدوله تسمح بتكوين جمعيات وتكوين شركات لاستصلاح مساحات كبيره جدا من الاراضي الزراعيه في هذه المناطق ودي هتبقى مستقبل مصر ان شاء الله في سد العجز في انتاج القمح ان شاء الله باذن الله على اعتبار انك انت في بعض الاحيان مصر كدوله فقيره في النبات الطبيعي اللي هي الحشائش فانت ممكن تستخدم زراعه البرسيم وخلافه عشان الثروه الحيوانيه وتعمل فائض وتسد العجز في انتاج اللحوم اللي موجود عندنا في مصر. فانت هنا التنميه الزراعيه برضو في منطقه شرق التفريعه في سيناء منطقه سهل الطينه والمنطقه دي كلها حوالي 750 الف فدان ما شاء الله بدا جزء منها يتزرع وان شاء الله في خلال الخطه اللي جايه ان شاء الله بدات الدوله هناك في سيناء طبعا لان الرئيس واضع خطه لتنميه سيناء تنميه شامله على اساس يقضي على ظاهره الارهاب ويبدا يعمر سيناء ويعيدها تماما الى حضن الدوله المصريه ويقضي على الهراء اللي هو الناس بتردده بعض الناس المغردين اللي انت عارف القصه بتاعته يقول لك صفقه القرن وصفقه القرن. فهنا التنميه الزراعيه برضو احب اطمن حضرتك ان هذه المنطقه ستعتمد الزراعه فيها على ثلاث عناصر اساسيه على مياه الامطار في الجزء الشمالي على المياه الجوفيه على مياه نهر النيل اللي هي هتخترق سيناء عن طريق اعاده ترعه السلام مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. ايضا من ضمن خريطه التنميه الاقتصاديه عندنا في مصر مشروعات الثروه السمكيه. احنا عندنا بحيرات مصر الشماليه في عصر بصراحه للاسف الشديد في عصر الرئيس مبارك تم تجفيف اجزاء كبيره جدا منها بحجه اضافتها للارض الزراعيه واحنا عندنا اراضي زراعيه كتيره جدا في الصحراء زي ما قلت لحضرتك تقدر تستغنى بينها عن تجفيف المزارع السمكيه اللي موجوده. وانا يعني انا شفت تجربه لسياده اللواء سيد نصر كان محافظ كفر الشيخ السابق الراجل ده انا شفته وهو بيحمي بحيره البرولس من عمليات التجفيف والمافيا اللي كانت بتسيطر على كل واحد عامل له حته كده يقول لك حوشه او مش عارف ايه في بحيره البرولس ومستولي على اجزاء فيها وعاملها يعني مرتع لحسابه. بدا الراجل طبعا طردهم منها وبدا يطهر البحيره وبدا يعيدها الى وضعها الطبيعي عشان كده بدات الثروه السمكيه تزيد فيها وان كانت البحيره ما زالت لحد النهارده بتعاني من بعض المشاكل بالبحيرات ما انا بقول لحضرتك بشكل كبير ما انا بقول لحضرتك لا ده اختلفت تماما ده انا بقول لحضرتك كان هناك مافيا في الدوله ايام الرئيس السابق بصراحه كانت مافيا في الدوله جففت اجزاء كبيره جدا بحيره البرولس يعني مش عايز اقول لك ان تلتين بحيره البرولس كان ايام الحمله الفرنسيه كانت 270 الف فدان النهارده 90 الف التلت فكل شويه يجي مجموعه كده جفف بحجه اضافتها للارض الزراعيه ومش عارف ايه وياخدوها وخلاص على كده. لكن انت النهارده الثروه السمكيه انت محتاجها لان انت كان عندك عجز تقريبا حوالي 300 الف طن من الثروه السمكيه كنت بتضطر تستوردهم بمليارات من الدولارات ومن الجنيهات المصريه. فالنهارده الدوله الرئيس تفضل مشكور بدا يدور على هذه المناطق البؤر ويعيد للدوله المصريه وضعها الاساسي في
هذه المشروعات العملاقة، مشروع الثروة السمكية، بل أنت مزمع مستقبلا أن تضيف إلى الدول إلى الدخل القومي مورد آخر بيتمثل في تصديرك للثروة السمكية لبعض الدول اللي ما فيهاش مصايد، سواء في إفريقيا أو غيرها، اللي هي الدول اللي في داخل قارة إفريقيا أو خلافه، اللي هي الدول الداخلية، الدول الحبيسة الداخلية. فأنت ولذلك شوف مدى اهتمام الرئيس بإفريقيا، وعام 2019 بيسموه عام إفريقيا زي ما أنت عارف حضرتك. فأنت هنا بدأت تعمل مزرعة زي مزرعة البركة الغليون في محافظة كفر الشيخ، مساحتها 9000 فدان او 10000 فدان. ده مشروع عملاق عملاق طبعا، ده جنبي، ده ممكن يسد الفجوه دي طبعا. امال ايه، ده جنبي يعني، هو قريب من سكني وبيتي. انا من مركز مطوبس في محافظه كفر الشيخ. فبقول لحضرتك المكان ده كان مرتع للهجره، ده قائم على بحيره البرونز، جنب بحيره البرونز، متاخم ليه ملزوم فيها. الميه اللي داخله له بقى، الميه اللي داخله له من البحر، من البحر، ما هو على ساحل البحر المتوسط مباشره، بالقرب بينه وبين ملتقى النيل بالبحر المتوسط مفيش حوالي 6 كيلو. فعشان بقول لحضرتك الميه بتاعته كلها مرفوعه، ميه رفع من البحر المتوسط، ميه نظيفه، ولذلك البيئه بتاعته بيئه نظيفه، وكان في جزء منه جزء من لحات بتستخرج منه الاملاح وخلافه، وبقيه المنطقه كانت حوالي 10000 فدان كانت مستخدمه في الهجره غير الشرعيه وتهريب المخدرات ومشاكل كتيره جدا، وكان عايز يقتل واحد ياخده يقتله ويروح يرميه هناك. شوف القوات المسلحه العظيمه عندنا تم وضع يدها على هذه المنطقه، في ظرف سنه تم تجفيفها، وتروح تزورها حاليا قطعه من اوروبا كانك في هولندا او في المانيا او في اي دوله من الايه، من بصراحه تشوفها حاجه فخر لمصر، رائعه جدا جدا. الهدف الاقتصادي منها طبعا هي سدت العجز في الاسماك، او بدات تسد العجز في السوق الثروه السمكيه في مصر، بتطلع حوالي تقريبا 100000 كيلو في اليوم، او حوالي تقريبا حوالي 8 طن في الدوره، يعني حوالي يعني كميات كبيره بتسد سوق الثروه السمكيه. وكفر الشيخ فيها بورصه من اكبر بورصات السمك في الشرق الاوسط كلها، بتغذيها هذه المنطقه وبتغذي المحافظه ومحافظه اسكندريه ومحافظه البحيره والمحافظات اللي حوالين، بالاضافه الى ان هي بتوصل للقاهره، وانا بشوفها عندي في حلمية الزيتون وفي المطريه. ايضا وفرت حوالي 5000 فرصه عمل للشباب، شباب مركز مطوبس في محافظه كفر الشيخ، شباب مركز سيدي سالم، شباب مركز رشيد، فبدات يعني تستقطب العماله في هذه المنطقه. ايضا الى جانب البحير، المزرعه اللي هي حوالي جزء منها حاليا حوالي 3000 او 4000 فدان، طبعا بتستخرج منها اسماك البلطي والبوري والجمبري، يعني مختلف يعني انواع الاسماك، طبعا مختلف انواع الاسماك، وما شاء الله وزي ما قلت لحضرتك بتباع في الاسواق المحليه، وان شاء الله مزمح تصديرها، لان اتعمل هناك مصنع لتعبئه وتغليف الايه الاسماك. طب احنا عايزين الوقت خدنا وما القناش الضوء، يعني مشروعك المشروعات الثانيه مشروعات الكهرباء. انت اي حد في الدنيا عايز يعمل طاقه فعنده ثلاث عناصر اساسيه. العنصر الاول الطريق وهنتكلموا عنهم، والطاقه، ثم العنصر البشري. مصر طبعا اغنى دوله افريقيه ودوله عربيه في الثروه البشريه، وانت عارف حضرتك بما تملك من خبره طويله. المشروعات الثانيه بتتمثل في مشروعات الطاقه. الحمد لله الفتره اللي فاتت كلها، او انت لو شاهدت قبل الثوره او قبل 25 يناير، كل شويه الكهرباء كانت تقطع وكان عندنا مشاكل كتيره جدا. النهارده احنا مزمح تصدير كهرباء، اتعمل ثلاث اكبر محطات كهرباء في العالم، محطه البرولس، ثم محطة بني سويف، ثم المحطة اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، ثم محطة جبل الزيت اللي تعتبر المحطة الرابعة اللي موجودة عندنا في مصر. المحطات الأربعة تقريبا بيدوني حوالي 20000 كيلو وات أو ميجا وات من الكهرباء. احنا طبعا بدات تسد احتياجات السوق المصريه، وبدانا ان شاء الله هنصدر كهرباء للدول الجاره زي الاردن وزي ليبيا والمناطق دي كده ان شاء الله باذن الله. الكهرباء كانت في مصر انت كنت بتسد احتياجات 50%، النهارده انت غطيت احتياجات الشعب المصري من الكهرباء. احنا عندنا في مجال الطاقه ايضا تم اكتشاف بعض حقول النفط، زي ما انت عارف احنا شفنا حقل زهر اللي النهارده مصر اكتفت كل الغاز. اكتفت مصر من الغاز بعد ما كنت بتستورد غاز ب 12 مليار دولار في السنه، انت وفرته وبدات ان شاء الله في مرحله التصدير ان شاء الله من العام القادم، اللي حصل عندنا اكتفاء. طب دكتور، ده بالنسبه يعني للطاقه، فقرتنا قربت على الانتهاء. بشكل عام الفكره الاساسيه ان هذه المشروعات القوميه هي لها اهداف كثيره جدا. احنا كمواطنين سنلحظ هذه الاهداف بشكل مباشر، ولا تباعا لما نلاقيها
بتبعث على مزيد من الرخاء في البلد، فده هنحسه طبعا. زي ما قلت لحضرتك، انت لما تيجي تشوف مشروعات الثروه السمكيه، مشروعات الكهرباء، مشروعات الارض الزراعيه، مشروعات الطاقه اللي بقول لحضرتك عليها، كلها وفرت. اولا انت كنت بتصرف على هذه المشروعات قبل كده، بتصرف عليها وبتستورد منها جزء كبير جدا للغذاء وللثروه السمكيه وللطاقه وخلافه، فانت وفرت كل ما كنت تنفقه على هذه الامور. انت النهارده بدات تعمل قاعده اساسيه اللي هي الطرق. عندنا حوالي اكثر من 6000 طريق ما شاء الله النهارده، من الطرق المحوريه، طرق العمرانيه. انت النهارده بتتكلم في طريق هيربط القاهره بكيب تاون في جنوب افريقيا، من اطول الطرق في العالم. هيربطك بمنطقه هضبه البحيرات في افريقيا، بحيره فيكتوريا وخلافه، كويس، عشان تقدر تصدر لافريقيا. الرئيس امبارح اصدر قرار من شان هيئه الدواء المصريه، ودي من افضل الحاجات عشان يحارب مافيا الادويه اللي موجوده عندنا في مصر، والتجار اللي هم بيتاجروا في حياه الشعب. فكل هذه الامور بالتاكيد مليون في الميه يعني هتوفر عندك عمله صعبه انت كنت محتاجها تستخدمها في مشروعات مواصله مشروعات التنميه المستدامه في مصر، هتستخدمها في رفع مستوى المعيشه. ويعني انا مش عايز الناس تستعجل الاسعار، هو ان شاء الله الفتره اللي جايه في خطه اخرى نحو تشغيل حوالي 5000 مصنع كانوا ميتين في مصر، ستعيد الدوله بعد قرار سياده الرئيس باعاده تشغيل المصانع. معنى تشغيل المصانع ان اقل مصنع هيستوعب لك مش اقل من 1000 عامل على الاقل، هتبص تلاقي فيه انتاج بدا يضخ في السوق المصريه، هتوفر عملات كنت بتستورد بيها، هتوفر فرص عمل، فبالتالي هيضخ كلها في ميزانيه او في خزانه الدوله المصريه. وبالتالي ان شاء الله متفائلين ان هذه المشروعات العملاقه الى جانب المشروعات السكنيه اللي الدوله بدات تعملها، واحنا شفنا محطه منطقه العلمين والضبعه والعاصمه الاداريه والاسماعيليه الجديده، بشكل متكامل على مستوى توطين المواطن وايضا الاستفاده من العديد من المشروعات من هذه القومية. اشكرك جدا الدكتور رفيق الضياصي استاذ رئيس قسم الجغرافيا بجامعه حلوان على هذا اللقاء. اشكرك واشكر اسره البرنامج. مشاهدينا بعد الفاصل نتواصل، فانتظرونا، نصب عليكم. مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم معنا مره ثانيه، بنتواصل معكم على الهواء مباشره، وتاني لقاءاتنا اليوم وحديثنا حول اسهامات الفن التشكيلي في زياده الوعي لدى المواطن المصري بمشكلات وطنه. ويمكن ركز الفن التشكيلي من خلال ملتقى سلسبيل النيل اللي بيقام داخل قناطر اسيوط. هذا الملتقى هو هدف رفع الوعي لدى المواطن بمشاكل المياه أو ندرة المياه المصرية. هذا الملتقى أقيم منذ حوالي سنة أو أقل قليلا، ولكن في النهاية هو بيقام للمرة الثالثة من أجل التأكيد على هذه النقطة، وهي رفع الوعي لدى المواطن للتعامل مع المياه، أهم مورد من موارد الحياة أو هي شريان الحياة بشكل كبير، والتأكيد على أن النيل هو شريان الحياة لدى المصريين، يجب الحفاظ عليه والحفاظ على كل نقطة ماء. كل ده من خلال الفن التشكيلي. ده هيكون لقائنا مع الفنان التشكيلي الأستاذ أحمد عبد الجواد، قومسير عام ملتقى سلسبيل النيل. أهلا بك معنا فنان. أهلا وسهلا. حضرتك قلت لي من 5 شهور؟ من 5 سنين، 5 دورات. 5 دورات مكتوب عندي هنا الثالثة. ماشي. بس هو أقيم من سنة هو من سنة وفي حدود سنة ونص تقريبا اخر مره اقيم فيه. هو اصلا يعني بدايه نتكلم على ايه هو الملتقى او ازاي، يعني من خلال الملتقى، من خلال معرضي في دار الاوبرا في قاعه صلاح طاهر. كان وزير الري والموارد المائيه، وزير الموارد المائيه والري الدكتور محمد عبد العاطي، كان فتح المعرض هو الدكتور ساحر نصر وزيره الاستثمار والتعاون الدولي، وحصل فيه لقاءات، لان انا كنت عامل معرض اصلا بيضم اسمه طمي النيل وعباءة النيل وبيوت النيل والنيل والنخيل، مجموعة معارض كبيرة جدا كنت عملتها. آخر معرض هو عباءة النيل اللي هو حضره الدكتور محمد، ده اللي هو من حوالي سنة ونص، اللي هو المعرض كان من سنتين تقريبا، من سنتين. وبعد كده هو اقتنع بالفكرة، أنا كلمته على فكرة، وهو نفسه كان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المياه والري، يعني كان بيتكلم على إن المياه دي عبارة عن شريان صغير في صحراء، على اساس ان احنا ما عندناش وفر في المياه. الناس بتفتكر ان مصر مثلا عشان النيل والكلام ده، لا فعلا ما فيش وفر في المياه، لازم يبقى في وقفه وفي ثقافه مائيه عند المجتمع المصري.
بناء عليه انا طبعا لما كنت بقدم كل اعمالي وشغلي، وحتى المتلقي بحس ان فعلا اهميه النيل، والنيل كل حتى من الجنوب من اسوان هتلاقي الناس يعني الطقوس مختلفه من ايام المصري القديم من 7000 سنه. المصري القديم كان بيقول انا لم الوث مياه النهر، فهنا يبقى في قسم. قسم. فالقسم هنا مهم، معناه ان دي صور للملتقى بتابعنا على الهواء مباشره وعدد من المسلمين في اهتمام كبير. ففعلا الملتقى سمع فعلا الدكتور محمد عوض، اقتنع بالفكره وذهبنا لاسوان كملتقى سلسبيل الاول، وكان في قلب السد العالي. يعني هو مش ثابت في مكان. نعم لا مش ثابت ده. احنا بندوب الجمهورية بحالها، لان احنا وخصوصا لما الناس بتلتقي بينا والاطفال حتى، لان هو المشكلة ان انت مش بتخاطب مجتمع، لا انت بتخاطب كمان لب المجتمع اللي هو الطفل اللي هيبقى هو اللي هو المستقبل. فبتخاطب الاطفال اكتر ما بتخاطب الكبار. الكبار خلاص الثقافه بتاعتهم اعتمدت وخلصت، لكن الطفل لما بيشارك معاك وبيبقى معاه في ورش بتشكل ثقافته بقى في وقت مبكر. وانت اللي احنا بنعاني منها في حاجات كتير بالزبط. بعدم تشكيلها بشكل مناسب بالظبط. ساعتك انت لما تاجل بالنسبه للمتقيات، احنا ابتدينا من السد العالي وعقدنا الشعله رمز للحضاره ورمز للتاريخ ورمز صحوه للمجتمع المصري. معانا اكتر من 20 او 25 فنان على فوجين، عملوا حركه تشكيليه كبيره جدا، ونقلنا الثقافه النيليه في اعمال تشكيليه اتعملت في متحف النيل. انا عجبني يعني توصيف الثقافه النيليه. بالظبط، يعني الثقافه المرتبطه بنهر النيل. بنهر النيل، وهذا النهر اللي ربنا ادهولنا، لان ده نهر من الجنه. ولذلك انا لما اخترنا الاسم سلسبيل ده نهر برضه في الجنه، ويقال هو نهر النيل. بل سعادتك سلسبيل النيل. فربطنا بدايه هذا الاسم، ولا هو بالاسم بيتغير كل حاجه؟ لا لا، هو دورة. هو الخمس دورات، وان شاء الله لو 100 دوره باذن الله ان شاء الله باذن الله. خلي بال حضرتك هو نفس الملتقى، لان خلاص اتسجل حتى في وزاره الموارد المياه والري. سياده الوزير مقتنع يعني جدا بال تظاهره كبيره جدا. تظاهرات. طب انا عايز استاذ احمد، من اول دوره، هل كل دوره بتاخد عنوان؟ هو ملتقى سلسبيل هو العنوان، هو العنوان الاول او الثاني او الثالث. ليه؟ انا احنا لما احنا وزاره الموارد المائيه عندها متاحف. فالحمد لله كمان المتاحف دي ساعدت ان احنا عملنا، بدل ما كانت الاعمال بيستعار، وزاره الموارد المائيه والري بتستعير اعمال الفنيه بتاعتها من وزاره الثقافه، ويبقى مجرد اعاره وممكن ترجع لا ده بيتم عرضها، فهو بيبقى عرضها وتبقى استمراريه. هي استمراريه، هو مش اقتناء، هي اهداء كمان اهداء. يعني الفنانين هم بيهدوا اعمالهم بعد ما بيخلصوا الملتقى كل اعمالهم، وفي فنانين بتهدى اعمالها الشخصيه بتوديها للمتحف. متحف النيل من اكبر متاحف مصر، وعندك برضو لما نحن عملنا متحف القناطر الخيريه، ولما عملنا في اسيوط. يعني يمكن كمان احنا بنتكلم فيما بعد، عايزين نتكلم على دور الفن التشكيلي ودور الثقافه المائيه في قناطر اسيوط الجديده. سياده الرئيس فتحها قريب، وده مشروع كبير ما يقلش عن السد العالي، بالعكس ده مشروع ضخم جدا يعني بشكل غير عادي. الفنانين راحت في عز الحر في شهر سبتمبر، وقصدي في سبتمبر وفي اغسطس وفي شهر 7، فعلا لقينا فعلا في صحوه للفنانين التشكيليين، حابين ان هم يبقى في رساله بيوجهوها للمجتمع المصري، يقولوا ان فعلا ان المصريين او الفنان التشكيلي هو اللي رسم المعابد. فبالتالي ان احنا رسم المعابد يعني خلد التاريخ. فاحنا وجودنا واعمالنا التشكيليه محطوطه في متحف، يعني معناها ان في استمراريه. ولما الاطفال والناس والزوار ويزوروا هذه المتاحف وبيشوفوا الاعمال والاعمال اللي هي على النيل، فهنا في صحوه وبيتعمل من خلالها ندوات ولقاءات وورش فنية. مثلا في حدود 12 يوم، لان 6 ايام هو بيبقى على دورتين على فوجين، كل فوج باخد 6 ايام، في حدود 12 يوم. طب استاذ احمد، بالنسبه للتطور اللي تم من الدوره الاولى في اسوان وصولا للدوره في الاخيره وبعد كده قناطر، وبعد كده في اسيوط الجديد في اسيوط، وبعد كده في اسوان، وان شاء الله هنعمله احنا في جبال الطور.
يعني كمان حتى في جبال التور. جبل التور يعني احنا مش بنهتم بالنيل وبس، لكن منابع، في منابع للمية بنتبعها عشان خاطر برضو بنوجه عيون المصريين لأماكن قد يكون هم غايب عنهم. يعني كجبال التور لها القدسية بتاعتها، خصوصا لما وزارة الثقافة في هيئة التفرغ، يعني يمكن ده نشاط حلو ما بين الوزارات، ما بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الثقافة. ففي يعني يمكن الدكتور عبد الرحمن اللي هو ماسك هيئة التفرغ كان متحمس جدا للفكرة، وان هو يعني هيبقى في تعاون كبير جدا من وزارة الموارد المائية والري ووزارة الثقافة عن طريق الهيئة. طب موضوع التطور من اول دورة وصولا للاخيرة، ايه التطوير اللي حصل؟ التطوير ان الفن فيه صحوة، حتى الحركة التشكيلية حست بده، والتطوير ان احنا بنشارك هيئات تانية، ما بيبقاش وزارة الثقافة وزارة الري بس، لا في مجموعة الآثار برضو هتشارك معانا، ومجموعة يبقى المجتمع هنا كله بيتكلم على اساس ان احنا الفكرة والهدف هيبقى واحد، هدفنا ان احنا بنحافظ على المية وثقافتنا تتغير عن طريق الفن. وده حلو جدا، لان الفن من الفنون الناعمة البسيطة السهلة اللي بتبقى لغة عالمية، لان ممكن الاعمال دي برضو بيبقى فيه مش هتبقى مصرية وبس، ما احنا ممكن هنخليها افريقية. سيادة الرئيس لما عمل المؤتمر الكبير بتاع شباب افريقيا وافريقيا، فمش من فراغ، لما عمل اسوان ان هي عاصمة الثقافة الافريقية ده مش من فراغ. فاحنا بنقول ايه؟ بنقول احنا ايدنا مع ايد سيادة الرئيس، بنبقى زي ما تقول الثقافة اللي هي الفنون الناعمة الفنون التشكيلية بتبص مش لمصر وبس، بتبص لأبعد الحدود من 11 دولة اللي هو دول المصابة، فبيبقى في تعاون حتى الثقافات. يعني لما نبقى في شباب من افريقيا وفنانين تشكيليين من افريقيا ويجوا مصر والفنانين يروحوا افريقيا، فيبقى في تبادل ثقافي، هنا التطور. ان احنا مثلا مش بنقدر نعمل يعني ملتقى على اساس ان هو خلاص، لا الملتقى بيستمر، وبالعكس يمكن سيادة الوزير كان بيقول احنا عايزينه يبقى افريقي، ممكن يبقى عربي، بعد كده ممكن يبقى عالمي. فيبقى هنا في تعاون، حتى احنا اشتركنا في المؤتمر المياه العالمي في ريتز كارتن، فكانت فعلا في لقاء دولي. فاعمالنا التشكيليه اكثر من 22 دوله او 25 دوله كان بتشوف اعمال الفنانين المصريين من خلال المؤتمر، مؤتمر كبير. الفن التشكيلي كان معبر عنه من خلال ايه؟ هل من خلال ما الفنان ولا من خلال كل 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 يعني كل مدارس الفن، يعني ابتداء من تصوير للجرافيك للحفر للنحت، كله فنانين تشكيليين نحاتين ومصورين وجرافيك كلهم بيتضامنوا وبيتكالوا، يعني بيبقى بالنسبه لهم شيء في تعاون، حتى التعاون البصري. يعني يمكن فنان مصور يعني كلمه ما يلاقي مثلا نحات ويقعد، بالعكس في الملتقى بيبقى فيه تقارب. انا حتى يعني الجماعه الملتقى سلسبيل النيل احسهم اسره واحده، لما الناس بيغيبوا عن بعض لازم يسالوا على بعض، ولازم نجتمع من قبل حتى لو ما بقاش فيه ملتقى في الفتره اللي دي، لازم بنلتقي ولازم نتدارس. حتى زرنا البناء للقاهره الدولي كلنا مع بعض على اساس يبقى فيه جروب كان في زمان، انا يمكن حضرته بس من فتره كبيره، سمبوزيوم اسوان. ده من ما احنا برضو من ضمن الحاجات اللي بنزوروها في اسوان هو سمبوزيوم اسوان النحت، لانه يعتبر سمبوزيوم دولي وسمبوزيوم عالمي بيشتركوا فيه دول كثيره جدا، فبيبقى من ضمن البرنامج بتاع ملتقى سلسبيل النيل زياره المتحف بتاع سمبوزيوم. لو موجود السمبوزيوم والنحاتين شغالين بنروح، يبقى جميل. بنروح ولو مش موجودين بنروح المتحف، وفي متحف مفتوح على ربوة برضو من النيل، وده على فكرة رواج سياحي رهيب. يعني احنا مش بنعمل ملتقى وبس للنيل او عشان المية، ما ممكن هيبقى رواج ثقافي سياحي ملوش حل، انك انت لما الفنانين يرسموا واجانب وبعد كده الافلام التسجيلية تسجل وتصور ومناظر كتير. النيل ومناظر اسوان والنحت والمعابد، لان احنا كنا عملنا في الملتقى اسوان بتاع اسوان احنا ابتدينا من مقياس النيل، واحنا شفت بنقول ايه المصري القديم صاحب حضارات ان هو كان بيقيس النيل عشان يحسب الضرائب المتاحة بالنسبة للناس، فكان لما النيل بيبقى عالي ويبقى في رخاء وكده كانت الضرائب بتبقى عالية، لكن ما في بشح النيل وما فيش مية فبيبقى في عدل هنا. شوف العدل المصري القديم من آلاف السنين، ان هو بدل ما فيش مية يبقى الضرائب قليلة، يبقى عن طريق المية، لان في زراعة والزراعة بتولد صناعة، ويبقى هنا الأساس المية.
فالاساس المياه هنا مهم جدا. فبدينا الملتقى الثاني من مقياس النيل في معابد فيلا. ويمكن المعابد فيلا دي لما بتصور فيها الفنانين التشكيليين وجواها الفن كله بقى، فن القديم المصري القديم وقصة إزيس وأزوريس وحابي اللي هو إله النيل. فقصة حابي يعني بنأرخها مش للمصريين، كمان للعالم، وبنطلق دعوة حب وسلام للشعب المصري من عن طريق الفن التشكيلي. عملنا في القناطر الخيرية من أكبر يمكن يعتبر أنا طبيعة مفتوحة جوا القناطر، وفي متحف الثورة اللي هو عملنا يعني يمكن كمان أكتر من 50 عمل تشكيلي ملا المتحف، ولسه في تاني إن شاء الله في استمرارية. ومتحف والقناطر الخيرية أنا بقول للمصريين وللعالم كله ما تقلش عن باريس ولا لندن، مناظر في منتهى الجمال ومنتهى العظمة. وطبعا احنا عارفين ان مؤسسها محمد علي، يمكن كان مؤسسها على اساس انها تبقى حاجه يعني احلى من باريس واحلى من لندن. فعلا فعلا يعني القناطر حتى بالشكل القناطر نفسها والبيوت والمباني بتاعتها غريبه وجميله وممتازه. الاطفال كانوا عندنا بيشتغلوا بالطفله والصلصال ويرسموا اطفال يمكن 3 سنين واربع سنين لسه بيمسك اول مره بورشه، لكن هو بعينيه بتتناغم مع الفنانين ومع الناس ومع الحركه التشكيليه. بنعمل في الاخر معرض بيحضره الوزير وبيحضره المحافظ يعني بيبقى فيه زي ورش عمل على مدار الايام. هو كلها ورش عمل وفي الاخر بيتعامل بالاعمال التشكيليه، يعني مش اعمال جاهزه بيتم عرضها. لا دي اول مره، اول ملتقى بس كانت اعمال جاهزه اتحطت في المتحف، وفي نفس الوقت كان في ورش. لكن دلوقتي احنا النهج بتاعنا يبقى بيرسموا المكان نفسه، الفنان التشكيلي بيحط الحامل بتاعه وبتدي يتناغم مع الطبيعه، يختار ركن بقى هو زي ما هو عايز. النحات بيختار فجر اللي ممكن يشوف مكان يتحط فيه، المصور بيختار الاماكن وهو يشتغل وحوالينه الاطفال. يا سلام ايه الجمال ده، التلاحم ده مهم جدا، مش قاعة عرضه بس، ان الفن مش قاعة عرض ان انا بعرض في المعرض بنسمه بقى بالجانب وبنخلي الاطفال فيهم شجن ذكريات. الطفل يحكي لطفل وطفلة خصوصا في المدارس، فيقول له انا رحت ورشه وقعدنا وبتاع، ولما تيجي الورش الثانيه او فنانين ثانيين تلاقي العدد زاد فالحس الفني زاد. وخصوصا احنا لما في صدد البرنامج هنا يعني بنصب عليك ده لعلمك، يعني انا بشكر البرنامج واعداده على اساس ان هو فعلا القيمه اللي هي قيمه الاجتماعيه المجتمعيه اللي المفروض نبرزها للمجتمع المصري ده مهم جدا. الاعلام، لان الاعلام مهم، الاعلام الفنان لوحده مش هيقدر يعمل حاجه، لكن الاعلام ويساعده ويبقى زي شباك مفتوح وجانب التوعيه برضو. الاعلام دور ان هو يبرز التوعيه بالظبط. ما هو انت لما بتسلط الضوء على 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 ملتقى سلسبيل، انت مش بتسلط على الافراد بتوعه، لكن انت بتسلط الضوء على المجتمع المصري والفكره والضوء اللي هو والفكره اللي هو بتبناها. احنا لما بنقول حاجه عالميه مش ثقافه وبس، ثقافه واعلام وسياحه وآثار وكل حاجة. طبعا احنا بنتكلم على مشروع قومي تبناه ناس مدركة، يعني لو الوزير مش مدرك الفكرة ومش متحمس لها وما عندوش الوعي الثقافي اللي يدرك ان يقولك طب وزارة الري ايه لها دعوة بالفنانين التشكيليين، ده بالعكس ده استثمر الفنان التشكيلي لصالح الوزارة، وكان هو حريص ان ممكن بدل الوزارة تقتني اعمال بملايين بتقتني الاعمال يعني بالحب، بحب الوطن، بيجتمع على حب الوطن، وهو عنده طبعا الاستراحات بتاعته يبقى هنا مش بيكلف الا الخامات والحياة البسيطة البراويز او الخامات. فهنا في فكرة عالية جدا من وزير واعي، ففي تلاحم، والفنانين ما بيبصوش الناحية المادية في هذا المنطلق، بيبصوا ازاي يقدر يعمل لوحة هتتحط في متحف هتشوفها تاريخ بقى. قال التاريخ بالظبط. طب استاذ احمد، دي يمكن في النهايه واحنا يمكن قبل ما ننهي لقائنا القادم بالنسبه لملتقى سلسبيل النيل، ايه خطتكم في اللي جاي؟ اللي جاي فيه امتى بالظبط؟ وهل لي فكره مغيره ولا هي لا لا لازم فكرات مغيره تماما. ولذلك احنا بنقول الملتقى الجاي في جبال الطور بالتنسيق مع وزاره الموارد المائيه والري ووزاره الثقافه اللي هي متمثله في هيئه التفرغ، المجلس الاعلى للثقافه،
ففعلا هنا في فكر اجتماعي مجتمعي جميل جدا ان هو بنطور بدل ما هتبقى للنيل بس، لا ما هنا الجديد بقى انه هيبقى للمنابع تانية زي الابار والمصادر اخرى مصادر اخرى للمياه وبرضو تعريف المجتمع المصري باهميه المياه. المياه ده الذهب، وانا يعني بنشر يعني سلسبيل النيل هو بيتكلم عن المياه الجوفيه مثلا كله، يعني سلسبيل النيل عموما احنا مش احنا ده قيمه، احنا بنتكلم ان هو هدف فهدفنا مش النيل وبس، هدفنا في كل نقطه مياه. يعني انا كان لي صديق توفى من 30 سنه اسمه عز الدين شاذلي عشان نقطه مياه، لان تاهوا في الصحراء وهم خمسه مع ابنه عشان نقطه مياه، الخمسه ماتوا ابنه توفى معاه على ايده عشان عايز نقطه مياه. الفكر ده وعينيا ما بتفرقش اللحظات دي، فعشان كده انا كنت حريص ان انا ابرز دور المياه، يعني دور حيوي جدا ولازم الناس تعرف كده ان المياه هي حياه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ده قرآن صدق الله العظيم. حضرتوا للملتقى؟ حددتوا الميعاد؟ لسه احنا بنحضر، وان شاء الله هيبقى في شهر 11 باذن الله، بدايات 11، وبندعو يعني المجتمع او الوزارات التانية تتعاون معانا، لان الفنانين هدفها هدف مش مادي، بالعكس ده هدف قومي. عايزين كل الجهات والمصالح هي تتعاون معنا على أساس إن احنا نرتقي بمصر وبالمجتمع المصري. في معوقات بتقابلكم؟ تكلمت كلها على الإيجابيات، في معوقات؟ والله في معوقات على التعاون طبعًا. يعني معنى كده إن مش كل متعاون، يعني احنا مش كل الوزارات اللي هي ممكن تتعاون معك، لكن احنا الحمد لله احنا قابلنا وزير وعي مثقف دكتور محمد عبد العاطي، وقابلنا الدكتورة إناس عبد الدايم، يمكن احنا دايما بنلتقي بها، وكانت على علاقة طيبة بكل الفنانين على أساس إن هي كانت في الأوبرا وكان بتحضر معارض الفن التشكيلي، فعندها وعي ثقافي. فالحمد لله يعني في الفترة دي تعتبر فترة ذهبية للفنانين، احنا بنستثمرها في لصالح المجتمع يعني. فان شاء الله باذن الله لو اي معوقات احنا بقدر الامكان يعني بنتكلم عنها علشان يعني الفكره ساميه وجميله، ايوه عايزين نبقى داعمين يعني، بحيث ما هو باذن الله هي بس الترتيب مثلا زي المواصلات الفنان بيتحملها يعني العمليه عمليه لوجستيه بقى يعني الجانب اللوجستي اللي هو بيدعم في النهايه ان احنا بنفرغ الفنان للتعبير عن بس عايزين برضو الفنان ما يتحملش حق يعني هو كفايه ان هو يبدعه ما بياخدش عليه اجر فمثلا عشان يروح وبعد كده ده كفايه نعم ده كفايه ده كفايه جدا انت عارف اللوحه مثلا تساوي 40000 جنيه ولا 30000 جنيه بتتاخد هديه بتبر ممكن يعمل اربع لوحات يعني يمكن في فالعائد كبير جدا والفنان لما نيجي تقول له طيب احنا هنعمل لك الملتقى بس هتسافر على حسابك هاف مثلا نص الاقامه عليك فموضوع تبقى شقة احيانا شقة جدا فتوفير الجانب المادي بس ده المهم يعني احنا بنؤكد زي ما اكدنا في بدايه اللقاء على اهميه الفن في التوعيه بالعديد من مشكلات الوطن المواجهه من خلال المواطن وتوعيته وزياده وعيه مشكله المياه واحده من اهم هذه المشكلات واحنا بنؤكد ان احنا بنعاني من ندره مياه مش من وفره في المياه يجب ان نحافظ على كل نقطه ماء نستطيع الحفاظ عليها فن التشكيل بيسهم العديد من الفنون بتسهم التوعية المباشرة أيضا بتسهم وإحنا النهاردة قدمنا جانب من هذه الإسهامات وهو الفن التشكيلي من خلال ملتقى سلسبيل النيل بشكرك جدا الفنان التشكيلي الأستاذ أحمد عبد الجواد كومسيور عام ملتقى سلسبيل النيل على هذا اللقاء كل سنة حضرتك طيبة طيبة فلك مشاهدينا في كل مكان استمتعنا بوجودكم معنا النهاردة كما قلنا في البداية كل عام وأنتم بخير بمقدم العام الهجري الجديد نكررها أيضا في النهاية على وعد دائم بلقاءات أخرى قادمة انتظرونا دائما وفريق عمل جديد من صباح عليك.